السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ عساكم بخير، ان شاء الله تكونوا بالف صحه وسلامه. سامسونج راح تعلن عن 5 هواتف في مؤتمرها اللي بعد اسبوعين من الان، بالاضافه الى تسريبات جديده للنوت 20 ومواصفاته، وكل تفاصيل مؤتمر سامسونج وصلتنا تقريبا. لكن قبل لا نبدا في الفيديو، اذا كنتم من عشاق التقنيه فكروا في الاشتراك في القناه، لان دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات التقنيه. خلينا ندخل في التفاصيل. سامسونج راح تعلن عن النوت 20 في 5 أغسطس وراح تبدأ بيعها في 19 أغسطس. طبعاً مع النوت راح ينزل 4 هواتف غيره، واللي هي Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip 5G. بالإضافة أن النوت راح يجي بثلاث إصدارات، النوت العادي، النوت بلس والنوت ألترا. طبعا مثل ما ذكرنا في الفيديوهات السابقه، النوت 20 راح تكبر حجم الشاشه من 6.3 انش الى 6.53 انش، وبهذه الزياده لحجم الشاشه والجهاز راح تسمح لسامسونج انها تضيف بطاريه اكبر. سابقا كان 3500، هذا السنه راح يبدا ب 4170 ملي امبير الى 4300 ملي امبير. ولكن بسبب نحافة الحواف أو البازلز في النوت 20 ما راح تحس بكبر الجهاز وضخامته، صح أنه راح يكبر لكن بحجم بسيط جدا. ومثل ما ذكرنا سابقا، النوت 20 راح يجي بمعالج سناب دراجون 865 بلس مع 8 جيجا رام للحجم الصغير، أما للألترا راح يكون ب 12 جيجا رام. ومن المتوقع أن سامسونج تعلن عن Galaxy Watch 3 بالإضافة إلى سامسونج بادز لايف، اللي مثل حبة الفاصوليا، تصميم غريب شوي مثل ما تشوف في هذه الصورة. نحن طبعا راح نغطي المؤتمر أول بأول، فإذا حابين يوصلكم كل جديد فكروا في الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة والدعم والكلام الجميل في التعليقات، ولحد الفيديو القادم أشوفكم على خير.